اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الهدافين، ومعاكم احمد حسام ميدو، حدوته جديده وقصه جديده لاحد اهدافنا في كاس الامم الافريقيه اللي لا يمكن ننساها ابدا. هدف جده في 2010 في غانا في الفاينل، الناس كلها مستنيه الماتش يخلص ومستنيين ان الماتش يروح للاكسترا تايم ويروح لضربات الجزاء، ويظهر سوبر جده اللعيب اللي كان ساعتها ما فيش ناس كتير تعرفه في مصر. يعني قبل البطولة كان بيلعب في الاتحاد السكندري، احنا طبعا كلعيبة كنا عارفينه لان كنا شايفينه انه بيقدم اداء مميز جدا مع الفريق، والحقيقة في البطولة دي راهن عليه الكابتن حسن شحاتة، لانه كان شايف انه محتاج انه يكون معاه لعيب بديل، ما ينفعش يبقى معاه مهاجم تاني يكون منافس انه يبقى لعيب اساسي او يرضى بان هو يكون بديل. وده ذكاء من حسن شحاتة، هو كل مدرب رايح بطولة بيبقى عنده كالكوليشنز، حسابات، بيحسب مين اللعيب اللي ممكن يجي معايا وممكن يشتغل وبنزله ويبقى راضي بعد حتى ما بيجيب جول ان هو يقعد احتياطي مره تانية. ودي كانت حسبة حسن شحاتة لسوبر جده اللي كان البديل السوبر في بطولة 2010. دي 85 بتيجي جده كان لسه نازل ودخل على الكوره، لعب كوره 1-2 هو وزيدان، وزيدان كان واحد من 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 اهم اللعيبه في البطوله دي، وجده بيركن الكرة من زاوية صعبة جدا جدا جدا، محتاجة لعيب كبير ان هو يعرف يركنها بالشكل ده. مصر فرحة كبيرة جدا في كل حتة في مصر، لان كان خلاص ناقص 3 أو 4 دقايق ومصر تفوز بالبطولة. وفرقة غانا كانت جامدة جدا، مليانة نجوم ومليانة لعيبة كبار جدا، ولكن دور جده ما كانش في الوقت ده بس، ما كانش في مباراة الفاينل بس، ولكن جده طلع هداف البطولة دي، كان ليه دور كبديل ودور مهم جدا في كل المباريات، بداية من مباراة نيجيريا في البداية وماتش الكاميرون وماتش الجزائر اللي كان بيننا وبينهم طار كبير جدا ان هم طلعونا من كاس العالم، وقدرنا ان احنا كسبهم 4 في البطولة دي، وجده احرز هدف. وجده بقى اللعيب من لعيب الناس محدش يعرفه للعيب اللي كل ما يقف على الخط وحسن شحاتة يناديله الناس كلها بتتفائل ان هو ده اللي هيخش يجيب جول، هو ده اللي هيخش يكسب مصر. خلينا نقول ان حسن شحاتة لما خد جده في البطولة دي كان ريسك، كانت مخاطرة كبيرة جدا ان هو ياخد لعيب، خاصة ان اللعيبة التانية اللي ما اتخدتش، وحتى كان منهم انا، كنت افضل لعيب في الدوري المصري، ولكن حسن شحاتة حسبها، قال لك لو خدت ميدو معايا ميدو عمره ما يرضى ان هو يقعد احتياطي، وميدو لو لعب قعد احتياطي ونزل ماتش جاب جول الماتش اللي بعديه مش هيرضى يقعد احتياطي. هي دي كانت حسبته وهو داخل البطوله، ان انا عايز لعيب معايا يبقى راضي ان هو يقوم بالدور ده. وده نجاح للمدرب امتى؟ لما المدرب بيفوز بالبطوله، المدرب النهارده بيخش في تحدي، بياخد مخاطرات معينه، بيعمل حاجه محدش متوقعها. وفعلا نجح حسن شحاتة في ان هو يخلق نجم سوبر في بطولة 2010 من محمد ناجي جده، اللي بعد كده انتقل للنادي الاهلي وعمل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، ودلوقتي واحد من نجوم نادي الجونة. والحقيقة جده من الشخصيات الجميلة جدا، من الشخصيات اللي ما تغيرتش حتى، يعني ممكن لعيب ما حدش يعرفه خالص يعمل بطولة زي دي فيتغر ويبتدي بقى يبقى لعيب شخصيته تتغير على الناس وبتاع، لا جده لا. وانا بقول لكم المعلومات دي لان انتوا، انا عارف ان في ناس كتير فيكم مش عارفين الشخصيه الحقيقيه للعيبه دي. جده الحقيقه من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، ومن اللعيبه اللي ما اتغيرتش حتى بعد تالقها في بطوله 2010 وحصوله على لقب سوبر جده. في كل فريق في دايما لعيب بيبقى البديل السوبر، او اللعيب اللي المدرب بيبقى عارف ان هو ده اللي هينزله ان هو يقدر يصنع له الفارق، زي مدرب مانشستر يونايتد الحالي سولشاير. سولشاير ده كان بيقعد احتياطي على طول، يعني عدد المباريات اللي بدأها قليله جدا، ومش سهل ان انت تلاقي اللعيب اللي بيرضى ان هو يكون بديل، خاصه ان هو لما بيبقى بديله بينزل يجيب جوال، وده بيحتاج شخصيه متزنه كبيره جدا. مصر كان عندها زيدان وكان عندها بوتريكا وكان عندها متعب، كان زيدان في افضل حالاته، وجده كان عنده ميزه ان هو كان سريع، يعني لما تنزله في وقت اللعيبه سريع وعنده باور كبير جدا، ولما تنزله في وقت الفرقه الثانيه تعبت بيقدر ان هو بالباور بتاعه بالسرعه بتاعته اول 3 4 خطوات بتوعه ان هو يعمل فرق كبير جدا. وهو ده فعلا اللي راهن عليه حسن شحاتة، على سرعه جده، على دقه جده في انهاء الهجمات، حتى لو كان هو ساعتها لعيب لسه بيلعب في الاتحاد السكندري ولسه ما فيش ناس كتير تعرفه في مصر، ولكن جده بين قوي بالذات في جول غانا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، ان الفينش اللي عمله من الزاويه الصعبه جدا ان هو يركن الكوره بالقوه وبالباور في الزاويه البعيده، على انه لعيب كبير
جدا. والجميل ان البطوله دي ما كانتش نهايه جده بل كانت بدايه جده، زي ما قلت لكم ان هو بعد البطوله راح الاهلي تالق، وتالق بعد كده مع منتخب مصر. وجده من اللعيبه اللي اعتقد ان الجمهور المصري عمره ما هينساها ابدا. وبالنسبه للجمهور المصري بطوله 2010 هتبقى دايما بطوله البديل السوبر محمد ناجي جده.